شيء كده صغير حق الدفاع المدني شكله حلو. طبعا هنا في كل بوث بيبين لك انه في البيت ايش الواحد يسوي، زي التأكد من وضع طفاية السجائر، الدهانات المائية، التوصيلات الكهربائية وكده. في موجودين كمان سعودي أرامكو وحاطين طفاية الحريق. هذا المعرض اللي هو فريتسي مول حق الدفاع المدني، كلمني بس عنه كده، يعني إيش خلاكم تسووه وزي كده؟ المعرض طبعا هذا معرض سنوي يقيم المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة كاملة، كل إدارة تفعل المعرض عندها. بمناسبة طبعا اليوم العالمي للدفاع المدني، هذه مناسبة محدد موعدها في 1 مارس من كل عام من منظمة الحماية الدولية، يتم الاحتفال باليوم العالمي هذا على مستوى العالم. وطبعا المملكة ممثلة مديرية عامة للدفاع المدني أحد العضو منتسب في المنظمة الدولية للحماية المدنية، فبدورنا برضو حنا نفعل المعرض هذا، وتم إقامة المعرض وافتتاحه من يوم الأربعاء الماضي 1 مارس. يعني هو عن أهداف السلامة وزي كذا؟ طبعا كل معرض يكون له عنوان معين يشبه من المنظمة الدولية. السنة هذه العنوان حقه يدا بيد الوقاية من المخاطر. إيه صحيح. فاحنا بنمثل المعرض بيكون فيه رسائل توعوية وإرشادات للزوار والجمهور، ممثلة في معرض، ممثلة في البروشورات، ممثلة في النشرات التوعوية، بجانبها طبعا بعض الفعاليات الترفيهية على أساس جذب الحضور. شكرا يا الله يعافيك.